حضرنا معاكم النهارده طريقتين تقدري تستفادي من كل طريقه لوحدها جباره. ورقه واحده بتعمل حاجات كتير جدا. حطي لايك للفيديو ويلا بينا نبتدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهارده ان شاء الله جايين لكم بعشبه جميله جدا هتعمل على تخلص من الام الدوالي، الاورده، الام المفاصل، النسيان، وجع الراس. بورقة واحدة بس تقدر تحقق كل ده. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة فضلا وليس أمرا، قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد. لايك وشير الفيديو إذا عجبك. معانا النهاردة عشبة جميلة جدا، هي ممكن ما يكونش لها طعم ولكن هي مفيدة بدرجة كبيرة جدا جدا جدا. معانا ورق الغار. ورق الغار أو اللوري أو الرند او ورق موسى، كل دي اسماء بتنطبق على عشبه واحده بس، فوائدها جمه او فوائدها كتيره جدا جدا جدا. زي ما احنا عارفين، احنا اعتدنا ان احنا ناخد ورق الغار بس في الشوربه، ولكن هي الفوائد كتيره جدا. من الفوائد اللي انت هتستخدميها لو انت حضرتي ورق الغار كمشروب كالاتي: بتجيبي 3-4 ورقات، تمام، وبتغليها في كوبايه ميه بالشكل ده، وبيتشرب عادي جدا جدا. طبعا محضرين احنا مسبقا المشروب بتاعنا. زيوت العطرية اللي فيها جميلة جدا، ريحتها كمان قوية جدا. الكوباية دي ممكن تعمل معاكي ايه؟ ممكن تعمل معاكي تنظيف القولون، بتهدي الاعصاب، بتعمل على زيادة الذكاء والذاكرة، بتخلصك من الام المفاصل، بتعملك على تحفيز التعرق، الناس اللي هي عندها فرط، كمان بتعمل على تقوية المناعة. مش كده وبس، لا، كمان هي مفيدة جدا جدا. ممكن نشربها كمشروب، ممكن تبشريها او تفرميها وتضيفها للتوابل في كل اكلك، بتضيفها كمان للشوربة. طيب ده لو احنا اتكلمنا معاها انها كوصفة اولى. الوصفة التانية اللي هي احنا هنحضر منها زيت ورق الغار، اللي ليه فوائد طبعا كتيرة جدا جدا جدا. اول حاجة هنجيب ورق الغار، يعني قطعة، هقول لكم انا كم ورقة في الاخر عشان هعمل حضر معاكم كمية صغيرة. 6 ورقات هنجيبهم، وممكن تطحنيهم او تقطعيهم، ولو تقدري تتحصلي على ورق الغار فريش يكون طبعا افضل وافضل، بس هو عادة في مصر بيكونش موجود غير ان هو ناشف كده، تمام. وبعد كده بتغمريها بزيت الزيتون، بتغطيها وبتحطيها في مكان معتم، تمام. احنا نغطيها كده. الافضل طبعا ان انت تعملي الزيت في زجاجة وتحطيها في مكان معتم. بعد اسبوعين بتقدري ان انت ترجيها، يعني استخدامها بعد اسبوعين من تحضير الزيت بتاعنا، وبتدهنيها بقى في المناطق المصابة، بتدهنيها على الدوالي. لو عندك صداع نصفي او الام في الراس بتدهنيها، بتمسحي بيها جبينك. كمان ممكن تدهنيها في اي منطقه فيها قلق او فيها تعب، في الوش. لو عندك حب شباب بيعالج الحب شباب، بيعالج البصور، بيخفف من درجه الحراره. لا، الوصفه ككل او ورق الغار ككل مفيد جدا جدا. وممكن كمان تستخدميه في التنحيف، بس التنحيف ده طبعا عايز فيديو لوحده عشان يقدر يتشرح بطريقة بسيطة. يا رب فيديو النهاردة ينال اعجابكم، ولو بيعجبكم الفيديوهات بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.